برعاية مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، انطلق مؤتمر الشخصية الليبية، الأدبيات والملامح والأبعاد، والذي يتناول مواضيع مهمة أهمها التنوع كمصدر لثراء الشخصية الليبية وجذور الشخصية الليبية وأبعاد تكوينها. هذا المؤتمر يعني بالأهمية بمكان، من حيث طرحه لموضوعات حيوية جدا، سواء كنا نتحدث عن الشخصية الليبية أو حتى عن الهوية الليبية. المؤتمر اللجنة التحضيرية المتعلقة أو الخاصة به برئاسة الدكتور محمد الطبولي من علم الاجتماع، دكتور عوض لحيول من علم الاجتماع، دكتور نجيب الحصادي من الفلسفة، والدكتورة جزة شعتير والدكتور سليمان إبراهيم من القانون. المؤتمر يستمر يومين، ستقدم فيه العديد من أوراق العمل من قبل المشاركين، حيث يهدف إلى إبراز الملامح العامة للشخصية الليبية والبحث عن قواسم مشتركة تعزز مشاعر الهوية الوطنية. قدمت ورقة اليوم في المؤتمر الشخصية الليبية عن التنوع كمصدر من مصادر ثراء الشخصية الليبية. طبعا تحدثت في الورقة عن عدة سمات في الشخصية الليبية كانت منتجة للتنوع. تمثلت هذه الصفات في الاكتفاء على الذات والاكتفاء بالذات والتعددية في الذاكرة والعلاقة بالآخر. مؤتمر سيحتوي أيضا على محاور متعلقة بمفهوم الشخصية الوطنية وعلاقة مفهوم الهوية الوطنية إلى جانب مقارنة نقدية ودور التاريخ والجغرافيا والاقتصاد في تشكيل الشخصية الليبية.